قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال عهد التميمي لمدة 5 أيام إضافية بعد أن اعتقلتها قبل 10 أيام ومددت اعتقالها أكثر من مرة منذ اعتقالها الأول. مددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 17 عاما مدة 7 أيام. حسب لائحة الاتهام، قامت عهد بضرب ضابط في الجيش الإسرائيلي وأهانته وسط جنوده عندما انتشرت فرقته في أنحاء قرية النبي صالح قضاء رام الله ضمن الاستعدادات لمواجهة جمعة الغضب. وفي سياق متصل، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عن هوية منفذ عملية الطعن في القدس، وهو الشاب الفلسطيني ياسين يوسف حافظ الذي ينحدر من أسرة تخدم في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وجاء من جهاز الشباك أن منفذ العملية نجل لعقيد متقاعد وعدد من إخوته يخدمون الآن كضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومعروف بنشاطه في حركة فتح. ظننته مواطنا عاديا، وعندما تبين لي أنه مخرب انقضضت عليه وطرحته أرضا. حسب الشباك، يعمل الشاب في مدينة تل أبيب ولا يحمل تصريح عمل في إسرائيل. أقدم على تنفيذ العملية انتقاما من القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث دخل محطة الحافلات المركزية في القدس وطعن ضابطا في الجيش الإسرائيلي وأصابه بجراح بالغة.